اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي ابا عن جد، بحب الاهلي واموت في الاهلي، ولو لم اكن اهلاويا لوددت ان اكون اهلاويا مع الاعتذار لمصطفى بكامل. طب ايه ذكرياتك مع مباراه القمه؟ مباراه القمه دي كنا بنجتمع قدام التلفزيون ابيض واسود، والاسره واول ما يجي جون في الاهلي يلاقي زلزال بسبعه ريختر في المنزل. ايه الاستاذ عماد ايوب فرحان بجون الاهلي، صالح سليم ومحمود الخطيب ايام زمان مش ايام دلوقتي. الواد يعمل لي اسره ويحط لي في يونكه وينزل يعمل لي دور حصان. اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي للاسف. للاسف. للاسف ليه للاسف؟ للاسف طالما الراجل اللي عم كنتاكي ده اللي ماسك النادي وقاعد يعيب على الشعر الاسود الشعر الابيض على فاروق جعفر انه بيضرب اسود، واسمه ده المذيع ده بيتكلم عليه انه بيضرب اسود. تقصد مين مع بكنتاكي؟ مستا مرتضى. طب كلمنا عن ذكرياتك بقى في مباراه القمه. القمه اللي فاتت يا دوب بس شمينا نفسنا السنه اللي فاتت وخدنا دوري. الجون بتاع بركات الاخير اللي كان في ثلاث مش عارف حكايه الدقيقه 90 دي، عايزين نلغي شارع 90 عشان الاهلي بالذات 90 و94 و99 في ايه مش عارفين. احلى ذكرى ليا ذكرى 3-1 في الكاس بصراحه، دي احلى ذكرى ليا والاحتفاليه الكبيره بالنسبه لي كانت. اهلاوي. طب ايه ذكرياتك مع مباراه القمه؟ 6-1. اهلاوي. طب ايه ذكرياتك مع مباراه القمه؟ يعني مش فاكر ان احنا بنخسر، يعني هما ماتشين بتوع الكاس اللي خسرناهم، بس انا متعود يعني على كل ماتش قمه بنكسب، يعني هو ده العادي مش حاجه غريبه. وبعدين ايه القمه دي؟ يعني القمه دي بين فرقتين يعني بينافسوا بعض او بطولات قريبه او اي حاجه، انا ده ما فيش قمه. ماتش الزمالك عام زي اسوان، عام زي مثلا القصه، زي اي فرقه زيها. اهلاوي طبعا. طب ايه ذكرياتك مع مباراه القمه؟ ماتش 6-1 ممكن.